اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم معالي الدكتور سوبرام نيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهوريه الهند، وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقه التاريخيه المتميزه التي تربط بين البلدين الصديقين واوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركه، اضافه الى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الاقليميه والدوليه محل الاهتمام المشترك، ومواصله تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق المشترك في المحافل الدوليه.